الإشكالات المثارة حول قضية الزهراء عليها السلام وما جرى عليها من هجوم على دارها سلام الله عليها هو أين كان غالبية الصحابة؟ ولماذا لم يعرف لهم موقف من هذه الحادثة؟ البعض يقرر الإشكال بهذه الصورة، يقول أن عدد الصحابة الذين شهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وآله 120,000 صحابي، وهؤلاء سمعوا كلام النبي في أهل بيته صلى الله عليه وآله، وسمعوا في الغدير تنصيبه لأمير المؤمنين عليه السلام، بل وبايعوه بعد أن قال النبي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قالوا: كيف هذا العدد الكبير 120,000 شخص بقدرة قادر انقلبوا على أعقابهم؟ أنتم بين خيارات، إذا قلتم أن كل هؤلاء 120 انقلبوا وأصبح عندهم موقف من أمير المؤمنين والزهراء وشاركوا في الهجوم، هذا لا يقول به عاقل، بين ليلة وضحاها كلهم ينقلبون. وإن قلتم أن بعضهم انقلبوا على أعقابهم وفعلوا ما فعلوا بالزهراء وبأمير المؤمنين، السؤال: أين البعض الآخر؟ ولماذا لم يتدخل البعض الآخر؟ ولماذا لم يعرف لهم موقف في الدفاع عن الزهراء عليها السلام، هذا العدد الكبير من الصحابة؟ قالوا: إذن هذه الحادثة لا يمكن أن يقبلها العقل. كيف فئة قليلة من الصحابة تهجم على بيت أمير المؤمنين وتصنع ما تصنع ولا ينكر منكر؟ ما يصير إلى هذه الدرجة يعني مجتمع الصحابة بهذه الصورة؟ فالبعض اعتبر أن هذا عمدة الإشكالات، بعض الذين شككوا في هذه القضية، وللأسف من الداخل يعني، يقول: شنو المسلمين يعرفون مقام الزهراء؟ كيف يتجرأوا على الزهراء؟ كلهم يعرفون مقامها وفضلها. يقول: أنا عندي تحفظات بحسب تعبيرهم على هذه القضية. زين، نحن نريد أن نجيب على هذا الإشكال بقراءة المفردات التاريخية المتناثرة هنا وهناك وتأليفها. أولا نقول: هذا العدد الذي ذكر غير صحيح. كيف؟ غير صحيح ليس من باب أنه ليس عدد الصحابة، لا، نحن نسلم، وارد في المصادر التاريخية أن عدد الصحابة الذين شهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وآله 120,000، موجود هذا الرقم. كلامنا: هل كل هؤلاء معنيون بالحادثة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا كلهم من أهل المدينة. عندما حج النبي صلى الله عليه وآله جاء المسلمون من كافة أصقاع الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية كانت تمتد في ذلك الوقت على كل الجزيرة العربية، بالإضافة إلى اليمن، أقسام من العراق، أقسام من بلاد الشام. فأنت لما تقول 120,000، المراد ليس أهل المدينة، صحابة من كل مكان، أهل مكة، أهل البوادي، غير صحيح. زين، أهل المدينة كم؟ المدينة في ذلك الوقت كانت مساحتها جدا صغيرة، بحيث منطقة العوالي الآن الموجودة في المدينة هذه كانت تعتبر خارج المدينة، البقيع كان يعتبر منطقة في آخر المدينة. ظاهر الأمر أن مساحة المدينة في ذلك الوقت، يعني التجمع السكاني،
كان بحسب الآن هو منطقة الحرم فقط. زين هذه المنطقة كم تشيل سكان؟ نقول 10,000 12,000، يعني أصبحنا نتحدث عن 10% فقط على الأكثر من الرقم الذي ذكره صاحب الشبهة وهو 120,000. هذا 90% من هالرقم طار. فنقول له الصحابة الذين كانوا معنيين بالحادثة هم 12,000 على الأكثر. زين، هنا قد يأتي السؤال، سلمنا أن هؤلاء ليسوا من أهل المدينة، فيما بعد ماذا صنعوا؟ يعني بعد أن علموا بالقضية، طبعا هم لم يعلموا بالقضية مباشرة، ليش؟ أول ما كان في تليفونات وجوالات وواتساب وفيسبوك، لا، ونشرات إخبارية، لا، كانوا الناس ينقلون الأخبار لبعضهم البعض، واحد ذهب للمدينة يرجع ينقل ماذا رأى وماذا سمع. وهذه القضية تحتاج أيام. إذا الآن مثلا أنت بالسيارة من هالمنطقة للمدينة تحتاج 10 ساعات، السيارة تمشي 150-160 في ذاك الوقت، على بعير يذهبون، يعني أيام، يومين 3 أيام في الطريق. فكانت الأخبار ماذا؟ تتأخر كثير. فهؤلاء لم يكن عندهم علم بما حصل، لم يصلهم نبأ استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وما حصل على الزهراء إلا بعد مدة طويلة. الكلام هنا، هل كان لهم موقف بعدما سمعوا بالخبر؟ الجواب نعم، وكان لهم موقف مشرف مع أمير المؤمنين عليه السلام، لولا أن التاريخ حرف هذا الموقف من كونه دفاعا عن أمير المؤمنين ودفاعا عن أهل البيت عليهم السلام، جعلوه حروب ماذا؟ ردة. هذه حروب ردة، ما في ناس ارتدوا على الإسلام، لا، غاية ما في الأمر المسلمين منعوا الزكاة، مو أنكروا، منعوا الزكاة، قالوا لا ندفع الزكاة إلا لمن نصبه النبي صلى الله عليه وآله وهو أمير المؤمنين عليه السلام. فلذلك عبر عنه بالمرتدين. تتشوف الآن داعش، أي واحد مو معه شي يصير مرتد. الحين مثلا تجي جبهة النصرة وداعش كانوا فرقة واحدة، اثنينهم مذهب واحد وتوجه واحد، بس لأنهم اختلفوا قضية سياسية أصبح جبهة النصرة عند داعش ماذا؟ مرتدين. وداعش عند جبهة النصرة شنو؟ خوارج. الكلام هو الكلام. هؤلاء لأنهم لم يرضوا ببيعة فلان وفلان وخلافة فلان وفلان سموا مرتدين. ومن أكبر الكذبات في التاريخ قضية حروب الردة، ما في ردة أساسا، والكلام يطول. فهؤلاء الذين كانوا خارج المدينة قاموا بدور جبار في محاولة لإرجاع الحق لأهله، لكنهم أبيدوا. تعرفوا ايش صار؟ قسم منهم أحرق، قرى كاملة أحرقت، آلاف ذبحوا، ويكفيكم القضية المعروفة، قضية مالك بن نوير قتل وقطع رأسه وجعلوه حجرا للقد عشان طبخة تستوي بعد زي الناس، هذا الواقع. فإذا الصحابة ليسوا فقط أهل المدينة، بل كانوا منتشرين في أصقاع الدولة الإسلامية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، خلنا نجي لأهل المدينة، هل 12,000 نحللهم؟ القرآن الكريم قسم أهل المدينة إلى قسمين. أولا عندنا ضواحي المدينة، منطقة البادية، شنو عبر عنها القرآن؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون. هل الأعراب، حال الأعراب، واحفظوا هذه القضية لأنها ستأتي في النقطة الثالثة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا،
هذا حال محيط المدينة، نجي للمدينة. ثم ماذا يقول الآية؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. شنو يعني كلمة مرضوا؟ المنافق هو معروف، هو الذي أضمر الكفر وأظهر الإسلام، يعني يلعب دور المسلم. مرضوا على النفاق يعني أتقنوا التمثيل، ومثل ما نعبر احنا واحد نقول تقمص الشخصية في الفيلم أو في المسلسل، نفس الشيء، هم تقمصوا شخصية المسلم وأتقنوا دور المسلم، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم. لا يعلمهم كيف؟ لا يعلمهم بالعلامات الظاهرية للمنافق. المنافق له علامات ظاهرية، مثل وإذا قاموا للصلاة قاموا سهلا، المنافق إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، هذه صفات المنافق. المنافق يبغض أمير المؤمنين عليه السلام، هذه علامات المنافق. هؤلاء من شدة تمحضهم في النفاق حتى هذه العلامات لا تظهر عليهم، بحيث استطاعوا خداع الجميع. كانوا مو يقومون للصلاة وهم كسالى، كانوا أول المصلين، شوفهم في الصف الأول، بعضهم لا ينطق إلا صدقا، لكن الله أعلم ما في قلبه. لا تعلمهم يعني يا رسول الله بالعلامات الظاهرية لا تعلم، نحن نعلمهم يعني لن تستطيع أن تعلم بهم إلا إذا أطلعناك على ما في قلوبهم وصدورهم، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويطلع نبيه على ذلك. هذا المراد من الآية. فإذا في المدينة كان هناك منافقون، وقسم من هؤلاء المنافقين كانوا من الذين مرضوا على النفاق، والقسم الثاني هم المؤمنون الخلص من أهل المدينة، وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه تركيبة المدينة بحسب القرآن الكريم، بعد ما جبنا شيء من المدينة. زين، البعض قد يقول انتم اعترفتم في المدينة هناك مؤمنين، لماذا لم يتدخل هؤلاء المؤمنون لنصرة الزهراء عليه السلام؟ ليش؟ نقول أغلب المؤمنين خرجوا من المدينة. ليش؟ كيف؟ واضح. آخر قرار سياسي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله هو حرب الروم وتجهيز جيش بقيادة أسامة بن زيد. لذلك كل المؤرخين يقولون وانتدب النبي كبار المهاجرين والأنصار للخروج إلى جيش أسامة، وحث على الخروج. فالمؤمنون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ماذا فعلوا؟ خرجوا في هذا الجيش، النبي أمرهم بعد. فإذا أغلب المؤمنين خرجوا في هذا الجيش، من الذي بقى؟ المنافقين. المنافقين قسم منهم تعذر بأن أسامة لا يصلح للقيادة، فطعنوا في ماذا؟ في إمرته. هذا في البخاري موجود، إن تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل. قالوا أسامة ولد صغير وما يفهم، هؤلاء الروم أعدادهم كبيرة سيذبحنا، ما خرجوا. وقسم آخر من المنافقين، لهذا فيهم ذكاء، النبي كان مريض فقالوا لا، نحن لا نترك المدينة والنبي مريض، فبقوا في المدينة شفقة على رسول الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا المدينة في ذلك الوقت، يعني في أيام استشهاد النبي والهجوم على الدار، أغلب المؤمنين كانوا في جيش أسامة، وجيش أسامة عسكر في منطقة يقال لها الجوف، بعيدة عشرات الكيلومترات عن المدينة، بحيث عندنا رواية تبين أن أسامة لم يعلم باستشهاد النبي صلى الله عليه وآله ولا بالهجوم على بيت الزهراء إلا بكتاب وصله كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم من فلان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسامة بن زيد أما بعد، وأعطاه مجموعة من التعليمات. رد عليه أسامة قال من أسامة عامل رسول الله إلى فلان، جاب الاسم حاف، قال والله ما علمت لرسول الله خليفة غير أمير المؤمنين علي عليه السلام، ما أعرف. كتب هذا الكتاب أرسله للمدينة وجاء، دخل للمدينة تفاجأ. في رواية ينقل الشيخ الطوسي في الأمالي يقول فعلا هذا حصل، تفاجأ قال أي أخذوك للمسجد بايعت جبرا قهرا؟ قال نعم. أسامة قال الآن أنت بس إئذن لي وأنا الجيش أدخل به للمدينة وأنظفها. أمير المؤمنين قال له لا، هذا الجيش وصية النبي صلى الله عليه وآله، وحث النبي، لعن الله من تخلف على جيش أسامة. قال لا بد أن يسير إلى الروم، هذا الجيش ما يدخل المدينة لأنها بتصير فتنة كبيرة، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله هو الخروج إلى الروم، فجأة هذا الجيش يرجع. فأسامة كان يبكي وخرج، فالذين عسكروا مع أسامة في الجرف لم يكن أحد منهم عنده خبر عن هذه الحادثة، خرجوا قبل استشهاد النبي صلى الله عليه وآله ولم يرجعوا إلا بعد استتباب الأمور، انتهت القضية تماما. فلذلك المؤمنون الذين كانوا في المدينة 90-95% منهم كان في جيش أسامة ولم يعلموا بشيء. منو بقى في المدينة؟ المنافقين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو المهم، احنا خلنا نسأل من الذي هجم على بيت الزهراء بغض النظر عن القادة؟ خب القادة واضح أنهم كان لهم ماذا؟ أعوان، كان هناك مجموعة من الناس يساعدونهم. هذه النقطة المهمة، هذه هي الحلقة المفقودة في قضية الهجوم على بيت الزهراء. البعض يقول كيف هؤلاء أضعف الناس ولم يعرفوا لا بشجاعة ولا بقتال ولا بحسب ولا بنسب، كيف استطاعوا صنع هذا الشيء؟ الحلقة المفقودة هذه، هؤلاء اتفقوا مع مجموعة من الناس، اتفقوا مع قبيلة، وهذه القبيلة هي التي قلبت كل الموازين، وهي قبيلة بني أسلم. بنو أسلم من الأعراب، أي أعراب؟ إذا كان القرآن. اتفقوا معهم على أنهم إذا ساعدوهم أن يكون الأمر لهم ماذا؟ سيعطوهم ميزات كثيرة، منها أنهم يسمحون لهم بالإقامة في المدينة، لأنهم من الذين طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله من ضواحي المدينة. فعقد بينهم اتفاق، التاريخ ينقل تفاصيل هذا الاتفاق. فيما بعد عندما مرض النبي صلى الله عليه وآله وأشار في خطبه أنه راحل، أنه سيتوفى في هذه الفترة، أرسلوا رسالة لهم أن استعدوا. لذلك أنت تشوف، هذه ملاحظة مهمة، تشوف بعض الصحابة عندما توفي النبي لم يكن في المدينة، النبي تمرض أيام لعله 4 أو 5 أيام، واحد من الصحابة ما كان موجود في المدينة لما توفي النبي، وين؟ وين كان؟ قالوا عند زوجته في منطقة بعيدة. يعني بالعقل، واحد صاحب للنبي سيترك نبيه صلى الله عليه وسلم ويذهب لزوجته؟ لا، ما كان عند زوجته، هذا ذهب ليعطي هذه القبيلة ماذا؟ إشارة الانطلاق. التاريخ نقل لنا قسما من دور هذه القبيلة. الشيخ المفيد رضوان الله عليه ينقل رواية عن زائدة بن قدامة من الصحابة، شاهد عيان، شوف الخطة كيف دقيقة، قال كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها. شنو يعني يمتاروا؟ يعني للتسوق، للتبضع،
الأعراب كانوا خارج المدينة ما عندهم سوق ولا شيء، يدخلون يوم في الأسبوع للمدينة يشترون أهم الأمور التي يحتاجون إليها ثم يرجعون. فهم ما دخلوا كجيش للمدينة، دخلوا أفراد للتسوق. فشغل الناس عنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وآله، فشهدوا البيع وحضروا الأمر. هنا موضع الشاهد. فأنفذ إليهم فلان واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، لازم تشاركوا في الأمر، واخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا. حشر، اسمع، فمن امتنع فاضرب رأسه وجبينه. ما في مسامحة. هو يقول فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعاني، هذا لباس حرب، وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين إلى البيع. رواية سليم بن قيس تحدد أن، يعني تعطي تفاصيل أدق، تقول أن الناس صدموا بوفاة رسول الله لما خرجوا وجدوا أن بني أسلم قد ضاقت بهم سكك المدينة. بعض الروايات حددت أن عدد الذين دخلوا من بني أسلم 4000 شخص، جيش متكامل، يعني احتلال للمدينة، احتلال تام للمدينة. احنا قلنا المدينة 12000، أغلب المؤمنين خرجوا، وال 12000 فيهم النساء وفيهم الأطفال، يدخل جيش قوامه 4000 يحاصر المدينة. أعطاهم إشارة الانطلاق، تفرقوا في السكك، كلما وجدوا شخصا يبايع يذهب اختيارا للمسجد، فإن رفض يضرب ويؤخذ قسرا للمسجد. الناس بعد ماذا فعلوا؟ اضطروا للقبول بالأمر. وهذه القضية ترى موجودة حتى في المصادر المعتبرة عند المسلمين. ارجع التاريخ الطبري لما يتحدث عن قضية البيعة، رواية عن الخليفة الثاني، يقول ما أيقنت بالنص في بيعة الأول حتى رأيت بني أسلم دخلوا المدينة. سؤال، إذا القضية شورى وإجماع بين المسلمين، أي نصر يتحدث عن هذا؟ نصر يعني حرب، يعني يقول ما أيقنت بالنصر حتى رأيت بني أسلم. طبعا لا يخفى عليكم أنه قسم من المسلمين من المؤرخين مثل لوط بن يحيى، أبو مخنف، ابن شبة النميري، محمد بن السائب الكلبي، محمد بن هشام، هشام بن السائب ومحمد بن هشام، كتبوا كتبا بعنوان السقيفة. كل هذه الكتب أتلفت ولم يصل لنا شيء. كثير الكتب التي تحدثت عن السقيفة أتلفت، لم يصل لنا منها شيء. لذلك الذي وصل لنا عن السقيفة هو مجرد نتف فقط، مثل هذه الرواية ناقلها الشيخ المفيد عن كتاب لوط بن يحيى أبو مخنف الأزدي بعنوان السقيفة. الطبري أيضا نقل من هذا الكتاب هذه الأحداث. لذلك لعل دور بني أسلم كان أكبر بكثير، إلا أنه لم يصل لنا. فهؤلاء الأعراب جمعوا الناس في المسجد وأجبروهم على البيعة. زين، الآن انتهوا من الناس فحصوا، من الذي لم يحضر؟ بقيت المعارضة. فلان سعد بن عبادة، اقتلوا سعدا، قتل الله سعدا، فوطأوه وين؟ في بطنه، داسوا في بطنه بعد سعد. من الذي بقى؟ علي بن أبي طالب. بعد هذا هو المعارض الأخطر، هذا هو الذي يهدد ملكهم. فأرسلوا هؤلاء الأعراب 4000 وحاصروا بيت أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك القوة الضاربة كانت مو الصحابة، كانوا هؤلاء الأعراب، كانوا بمثابة المرتزقة البلطجية عبر مشهد.
فهؤلاء لا يعرف لا أمير المؤمنين ولا يعرف الزهرة ولا يعرف شيء، يعرف مصالح دنيوية، اقتل اقتل، اضرب اضرب. فحاصروا بيت أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين يعرف القضية، فبدأ في التفاوض معهم، أراد أن يقيم عليهم الحجة. قالوا أن هذا البيت اجتمع فيه من يريد تقويض الملك. أمير المؤمنين أخرج أغلب الصحابة، سلمان من جماعة كانوا في البيت لكن أخرج. فيما بعد أراد الزبير أن يكلمهم، أنتم بأي حق تحاصروا هذا البيت الطاهر؟ بمجرد الزبير خرج أخذوه، كسروا سيفه، ربطوه وأخذوه إلى المسجد. فأمير المؤمنين لم يبق إلا هو وأهل بيته، بحيث لا يبقي عليهم أي حجة. انتقلوا إلى حجة جديدة، قالوا له لا، لازم تخرج للبيعة. أمير المؤمنين قال لهم امتناعي من الخروج هو لأنني مشغول بتأليف القرآن. كان عنده أمير المؤمنين القرآن يكتب في حاشيته أسباب النزول. قالوا لا، لا بد أن تخرج للبيعة وإلا حرقنا عليك الدار. القضية تهديد فقط؟ لا، ذلك الرجل أمرهم أن يأتوا بالحطب الجزل ويضعونه على الباب. فلذلك بعض الذي شهد الموقف من الصحابة الذي يعرف الزهراء سأله هذا السؤال، إن في البيت فاطمة، قال وهي.